أهلا فيكم برج الحوت، راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو أو من بداية الشهر إلى آخر الشهر ديسمبر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الحوت، ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. كرتين، فكرت كرت. مثل دائما القراءة عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، بس ممكن يكون في بالفيديو أو بالقراءة شيء ممكن يخدمك أو يفيدك، فأنت خذ من الفيديو الأشياء اللي بتحس إنها قريبة منك وممكن تستفيد منها، واترك الباقي لشخص آخر ممكن يستفيد منه. راح نبلش بطاقتك أول، بعدين طاقة الحبيب أو الشريك، وخطواتك في المستقبل، خطواته أيضا هو في المستقبل، وشو رح يكون مصير العلاقة بينكم، إذا في أي إشي بيحتاج إلى التوضيح رح نسحب كروت للتوضيح مشان نوضح. طيب نبلش أول بكروت النصيحة لبرج الحوت. برج الحوت، بدك تنتبه على مشاعرك أكثر هالشهر، وتحاول إنك تسمع لبعض الأشخاص بحياتك بقلبك مش فقط بعقلك. تحاول تحلل الأمور بعواطفك مش فقط بمنطقية. في عندك أوراق النصائح، جميعها طلعت أوراق كابس أو أوراق ايموشنال أو أوراق عاطفية. في عندك رح يجيك شخص جديد بحياتك، أو إذا عم تستنى شخص إكس أو قديم أيضا ممكن يدل إنه في رح يصير تصالح. عندك 10 of cups، عندك messenger of emotions، يعني في رح يصير عندك بالأمور العاطفية تطورات كتير إيجابية. في حدا رح يفوت بحياتك أنت بتعتبره بركة بالنسبة لك، أو شخص كنت بتتمناه لفترة طويلة، وهلأ في الفترة القادمة رح يفوت بحياتك هالشخص. في بدايات عاطفية جديدة راح تصير بحياتك، وممكن تتطور أيضا إلى أشياء عميقة، يعني ممكن تتطور إلى علاقة جدية، خطوبة أو حتى زواج للبعض منكم. يعني الشخص اللي راح تقابله راح يكون مثل الشريك بالنسبة لإلك، أو راح تعتبره سول ميت، راح تعتبره رفيق درب بالنسبة لإلك. برج الحوت، طاقتك الحالية عم شوف في تقدم بالذات بالحكي. في شخص رح يفوت بحياتك رح يكون في معه حكي كتير إيجابي، تواصل روحي بينك وبين هالشخص. انت وهالشخص بتحس انه على تواصل روحي، بتحس انكم مرتبطين مع بعض، وبيجوز الشخص ايضا اللي انت عم تتعامل معه بدك علاقة جدية معه. مبين انه انت في حكي كتير بدك تحكيه لشخص بحياتك بتعتبره سول ميت، لانه العامل المشترك بينكم 4 of wands، فمبين انه اتنيناتكم عم تبحثوا عن استمرارية، عم تبحثوا عن استقرار، عم تبحثوا عن stability.
بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، ممكن تكون عم تتعامل مع برج مائي أو برج هوائي، ممكن أيضا أبراج نارية لأنه في عندي أيضا أوراق نارية، ولكن البرج اللي عم تتعامل معه عم شوف إنه عم شوف أنت بتمشي على حسب كيف ما بتحس، يعني بتخلي قلبك هو اللي يكون دليلك باتخاذ القرارات، على عكس هالشخص. هالشخص بيستخدم المنطق والتحليل أكتر من العواطف، يعني حتى عواطفه ومشاعره الشخص بيحب يحللها أول أو يركز عليها أول أو to dissect it، يفتحها ويدرسها أكتر من ما إنه بسرعة ينتقل أو بسرعة يفوت بعلاقة، ولكن هو عم يبحث إلى بداية عاطفية جديدة. وممكن أيضا هالكارت يرمز إنه هو عواطفه تجاهك أنت عواطف كتير فياضة، ممكن مش عم تحكوا مع بعض، أو ممكن هالشخص أنت بس تحكي معه يكون الفرنت تبعه هاي أو الشخصية تبعته هاي، أو يكون تحسه من برا شخص كتير جامد، شخص كتير جاف، شخص يعني ما في أي مشاعر بتظهر بس من جوا مشاعره كتير فياضة عم يغرق فيهم، ولكن هو بيحب الأمور تكون دائما عادلة وبيحب يكون دائما منصف. هالشخص عم شوف العامل المشترك بينكم فور اوف وانز، فانتوا الاثنين عم تبحثوا على استمرارية بالعلاقة، عم تبحثوا عن استابيليتي بالعلاقة. ممكن انت نظرتك تكون شوي جدية اكتر من هالشخص لانه عندك اوراق روحية، هالشخص ممكن يكون بده العلاقة شوي عفوية، تكون اصدقاء بالاول او اشي مثل هيك. مبين ايضا انه انت اللي بتوصل مشاعرك او بتحكي لمشاعرك اكتر من هالشخص، يعني انت اللي قلبك ومشاعرك مفتوحة لهالشخص وبتحكي له وبتعبر اكتر من ما هو بيعبر. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، عم شوف انه في عندك ستتين، 6 of cups، الستة بتحكي عن التوازن، وهالشخص طاقته ايضا بيحب انه الامور تكون متوازنة، فعم شوف انه انت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة انه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة، سواء او بحق حالك ايضا، سواء كان بمشاعرك او سواء كان بالارتباط مع هالشخص، لانه هالكارت بيحكي عن توازن بالاخذ والعطاء بالعلاقة على سنس أو على حد أرضي، يعني على حد التزامات جدية، التزامات أرضية بالعالم الأرضي، ولكن السكس أوف كابس بتحكي عن المشاعر، فممكن تكون بالعالم الروحاني أيضا. فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الأمور الفعلية وبين الأمور اللي هي الحسية أو العقلية أو الروحانية. ممكن أنت تكون عواطفك هون تطغي عليك أكتر من أنك تكون شخص منطقي، تتصرف بعواطفك أكتر من أنك شخص منطقي، ولكن إشي منيح أنه أنت يعني بتسمع لعواطفك من جوا أو بتتبع عواطفك من جوا. مبين أيضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل، يعني عم شوفك أنت عم تتذكر أيضا إذا كان في بينكم، إذا أنتوا حاليا مش عم تحكوا مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي، عم شوفك أنت عم تتذكر reminiscing، عم تتذكر الماضي، عم تتذكر الذكريات اللي صارت بينك أنت وهالشخص. بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل، عم شوف انه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة امل او خسارة عاطفية،
ممكن إذا أنت تركت هالشخص عم يحس وكأنه في فرصة ضاعت من بين إيده، لأنه في بالمستقبل أيضا رحيل. فممكن أنت ممكن أنت يعني الطاقة المشتركة هون بينكم، في شخص عم يترك مشاعره، أو ممكن عم تتركه أشياء قديمة أيضا عشان أشياء جديدة. هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لأنه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها أو مش قادر يوصلها لإلك بالأصح، أو بيحس إنه دائما لازم يكون في عنده البرسونا هاي أو الشخصية هاي. أيضا هالشخص ما بيحب الخسارة، ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان، بيحب هو يكون الأول، بيحب هو يكون يعني شخص عنيد، بحب هو اللي ينتصر بأي نقاش، بأي مشكلة، بأي إشي. ولكن من جوا هو شخص إيجابي. The Sun card بتحكي عن براءة داخلية بهالشخص، فهو من جوا شخص يعني بيور، شخص بريء، شخص عقليته أو تفكيره شوي ممكن تكون طفولية أكتر أو عفوية أكتر. أنت ممكن تكون جدي أكتر بالتفكير من هالشخص. بدنا نوضح هالشخص ليش بالمستقبل ليش في عنده هالخيبة، هالخسارة، ليش عم يحس إنه في فرصة ضاعت من بين إيده، أو عم يحس بخسارة عاطفية من نوع ما. بدنا نشوف شو هي هالأوراق. وقعت تحت بس بدي أجيبها. أوراقك عم بتطير يا برج الحوت، فبدي لخبط الدك مرة تانية. طيب بدنا نشوف ليش هالشخص حزين. في عنده اختيار لازم يقوم فيه هالشخص، ممكن يكون محتار، أو ممكن يكون في عنده شخصين أو قرارين بده ياخد منهم، بده يختار منهم. ممكن يكون أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء، لأنه الكرت بيتبع برج الجوزاء، وهو بحيرة من أمره عاطفيا، لأنه في مبين إنه عنده عرض حب من شخص آخر. في شخص آخر هون بحياة هالشخص، مبين إنه في عنده عرض حب عم يقدم لإله من ضمن شخص، ولكن عرض الحب فيه شوي من التلاعب، لأنه 7 of swords هو لص التاروت أو السارق في التاروت، ففي إشي عم يخبيه هالشخص، ممكن عم يخبي طرف ثالث بالعلاقة، أو ممكن إجا عرض حب من طرف آخر وعرض الحب هيدا مش صادق، لأنه 7 of swords شخص تريكستر. أيضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر، بمعنى إنه ممكن يبين لك شخصية الظاهرة، ولكن الشخصية اللي هي في العمق أو في العقل الباطني شخصية أخرى. فهالشخص عم يحس بخسارة عاطفية، لأنه ممكن يكون محتار بين شيئين، محتار بين شخصين، مش قادر ياخد قرار، ومش عارف يودي وين مشاعره هالشخص. مش عارف لمين يعطي هالكاسة. ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الأصدقاء حواليه أيضا. بدنا نشوف، لأنه الطاقة اللي بينكم رحيل هون المشتركة، فبدنا نشوف شو هي
يعني شو رح تتركه بالضبط؟ أوراق كتير حلوة، لأنه عندك هون رحيل، بس رحيل من شو بالضبط؟ موقفين، شخص عم يتعامل مع شخصين، في عنده فكرتين بده يختار منهم. The Moon Card، ورقة أسرار، ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا برج السرطان، أو ممكن هاي أسرار بينكم مخباية. The Emperor، ففي وقفة رح تصير هون، في اتخاذ قرار رح يصير هون، بإنه ممكن أنت إذا عم تحس إنه هالشخص في عنده، أو هو العكس ممكن يكون، إذا هو عم يحس إنه في حدا بحياتك وأنت عم تحس إنه في حدا آخر بحياته، ممكن أنت توصل إلى منطقة أو إلى نقطة إنك تاخذ موقف صارم، بانه هالشخص يا يختار بينك وبين الشخص الاخر. انا بتوقع الشخص هذا اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده اطراف اخرى، لانه الاوراق متشابهة. فهمت علي؟ فانت عم تحس انه في اسرار بالعلاقة، عم تحس انه في مشاعر مخباية، وانت بدك توصل الى توضيح، او بدك تبعد حالك تماما من هالنقطة. فبطاقتكم بالمستقبل انت رح تجبر هالشخص، او رح يصير في بينكم تواصل، بحيث انك تحكي لهالشخص انه بدك اياه يحط نفس الاهتمام بالعلاقة مثل اللي انت بتحطه، او رح تترك العلاقة، او رح تترك التواصل. عم شوف، لأنه أنت بدك علاقة صادقة هون، بدك شخص منفتح عاطفيا، ما بدك أسرار هون، ما بدك أشخاص أخرى بالتواصل أيضا. يعني أنت عم شوفك مصمم، عم شوفك متخذ قرار وعم تمشي وراه، ما بدك الشخص الآخر يكون معه شخصين، أو يكون في حيرة من أمره عم يحاول يوازن بين هاد ويوازن بين هاد. مثل ما أنت بتعطي، بدك إياه، بدك الشخص اللي عم تتعامل معه يعطيك أيضا. ولكن في رح يكون أيضا، ممكن يرمز إلى إنه رح يكون في رحيل عن الأسرار، يعني رح تتركه، يعني هالشخص رح يوصل إلى اتخاذ قرار بإنه يترك الشخص الآخر، أو يترك الثيرد بارتي، أو الطرف الثالث مثل ما بنحكي، لأنه مبين إنه علاقته معك أو مشاعره تجاهك مشاعره كتير صادقة، بده بداية عاطفية جديدة معك. ولكن في طرف هون بحياة هالشخص عم يسبب له تشوش عاطفي، وممكن أيضا الشخص اللي بحياته، بحياة حبيبك، بحياة شريكك، عم يستغل براءة وطيبة هالشخص، وكونه إنه بيحب إنه يكون عادل ومنصف، لأنه الطرف الثالث عم شوف طاقته كتير تلاعبية، شخص كتير بيتلاعب بالحكي. فهو بطاقتكم المشتركة عم شوف إنه هالشخص رح يوصل إلى اتخاذ قرار، والرحيل عن شخص معين أو على علاقة فاشلة بينكم، بين يعني الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الآخر، لأنه الطاقة هاي مشتركة. فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه، قرار بالرحيل، رحيل عن الأسرار، طاقة مشتركة بينكم الاثنين، رحيل عن الأسرار، رحيل عن إذا كان في طرف ثالث أو أي لخبطة بالموضوع، لأنه مبين إنه أنتوا اتنيناتكم عم تبحثوا عن يعني راحة البال، مش عم تبحثوا عن وجع راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون وأطراف هون. الوضع صريح، الوضع واضح بينكم، فقط الإشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حاليا هو هالطرف الثالث، اللي هو
عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير، وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير، شخص كتير عادل، فبيحتاج وقت. ممكن انت عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه انه في حدا بدائرة اصدقائه باطرافه انت ما بتحبه، او بتشوف انه طاقته، لانه برج الحوت شخص كتير انتويتيف، انت شخص كتير بتحس بنوايا الاشخاص الاخرى حتى اذا كانت يعني مش واضحة. ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي، ما في عنده التواصل مثل الأبراج المائية. الأبراج المائية بتحس أكتر، ممكن تقرأ أو تفهم الشخص من وجهه، من حركاته بدون ما يحكي. بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق، 1 2 3، فهمت علي؟ فممكن أنت أيضا تشوف إنه تعرف إنه هالشخص مش منيح بالنسبة له، ممكن يكون عم يتظاهر بأنه صديقه ولكن بده بالفعل يخرب بينكم العلاقة، وانت بتشوف هالإشي، بتشوف الوجه المظلم بالشخص ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم، عم يحاول يخليها بطريقة كتير منطقية، يحلها كتير بطريقة كتير منطقية. اوكي حبايبي، يعني بالمستقبل عم شوف انه هو رح يوصل هالشخص الى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث. اوكي حبايبي، برج الحوت، اذا عم تستنى الى رسالة او حكي من هالشخص او تواصل بينكم، عم شوف انه هو فقط بهالفترة بيحتاج الى فترة وقت مستقطع يوزن الامور او يحل أموره. أوكي حبايبي برج الحوت، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوا القراءة. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.